ستار إكسبرس. مرحبا بكم. جلال القادري رسميا باش يواصل مهام على رأس المنتخب الوطني حتى الموفى عقده مع الجامعة التونسية لكرة القدم في 2024. قرار خذاه اليوم المكتب الجامعي بالرغم من طلب المدرب جلال القادري عفائه من مهامه بسبب عدم تأهله للدور الثاني في المونديال، وهذا كان هدف عمله للناخب الوطني، وكان تعهد في صورة عدم تأهله للدور الثاني بأنه يعتبر نفسه منسحب من تدريب المنتخب. لكن اليوم المكتب الجامعي قرر تثبيت جلال القادري على رأس المنتخب الوطني. نواصل مع الجامعة التونسية لكرة القدم اللي قبلت عرض التلفزة الوطنية ليقضي باقتناء حقوق بث مقابلات للموسم 2022-2023. العرض وصفته الجامعة كونه عرض ضعيف وأقل برشا من قيمة العقود السابقة اللي كانت مبرمة بين التلفزة والجامعة التونسية لكرة القدم، يعني مقارنة ب 2019-2022، أيضا بالعقد اللي كان بالفترة من 2016-2019. العرض ضعيف، وبالرغم هذا فأنه الجامعة تقول قبلت العرض، وتقول كونه هي تعرف الظروف اللي تمر بها الاقتصادية اللي تمر بها أغلب المؤسسات، وهذاك علاش تم قبول العرض هذا وتفاهم وضعية التلفزة. دونك رسميا المباريات باش يتم نقلهم على القناة الوطنية، وتقول الجامعة كونه وافقت على العرض هذا بالرغم من ضعف القيمة متاعه من أجل تمكين الجماهير الرياضية متابعة المقابلات الرياضية. أيضا الجامعة قررت إصدار عفو على كل العقوبات المالية المتعلقة بجميع الأندية واللاعبين والمسؤولين والإطارات الفنية في الموسم الرياضي هذا 2022-2023 منذ بداية الموسم وإلى حد القرار اللي إصدر اليوم. دونك أي مسؤول عنده عقوبة خاطئة أو لاعب أو نادي بأنه تم العفو عليهم، وإذا كان ثم أندية قامت بخلاص العقوبات هذه فأنه يقع اعتبارها كتسبق على ذمة الأندية لخلاص مختلف المصاريف الإدارية والمعاليم الجزافية أو لخلاص خطايا محتملة. إدارة النجم الساحلي توصلت اتفاق مع إدارة الأهلي المصري على التفويت في اللاعب محمد الضاوي لفائدة الأهلي المصري مقابل 1.3 مليون دولار، باش يطرح منها 950 ألف دولار من مبلغ هذايا للفائدة لخلاص الملف متاع اللاعب سليمان كوليبالي، والبقية المتبقية اللي هي 350 ألف دولار باش يمشيوا لخزينة النجم الساحلي. وفي الساعات الجاية باش تنطلق إدارة الأهلي المصري في التفاوض مع الملاعب بخصوص تفاصيل الأجرة الشهرية متاعه. كيف نذكر لمدة العقد محمد الضاوي مع الأهلي المصري باش تكون 4 سنوات ونص. أخبار الميركاتو، الأندية التونسية هلال الشاب انتدب المهاجم البنيني جاك بيسون حتى نهاية الموسم. مستقبل سليمان انتدب المهاجم السنغالي اليودياتا من نادي كازا سبور بعقد لمدة موسم ونص. في الملعب التونسي تم تمديد عقد المهاجم الجناح حمزة الخضراوي حتى لجوان 2024. في كرة اليد المنتخب الوطني فاز في مباراته الثانية في الفورنيشنز كاب في بولونيا على البرازيل بنتيجة 29-24، والحارس أصيل النملي تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة. غدوة هذه 3:30 تكون آخر مباراة في الدورة هذه ضد منتخب كوريا الجنوبية. في البطولة المصرية الزمالك فاز 3-1 على الإسماعيلي المصري في أول ماتش الميدو كمدرب مع الإسماعيلي، والزمالك اللي فيه زوز ملعبية توانسة، حمزة المثلوثي لعب مقابلة كاملة، سيف الجزيري لعب أساسي وخرج في دقيقة 77، ومن جانب الإسماعيلي حمدي النجاز لعب أساسي وخرج في دقيقة 78، وكان عمل مباراة سيئة حمدي النجاز وكان تسبب في ضربة الجزاء اللي جابت الهدف الثاني للإسماعيلي، وكان حتى وراء الخطأ متاع الهدف الأول والثاني ما كانش في مباراة في يوم اليوم حمدي النجاز، وفريقه الإسماعيلي خسر بنتيجة 3-1. نكملوا بخبر اللي تفاعل مع العالم الكل، وفاة الأسطورة بيلي في عمر 82 عام توفى اليوم في مستشفى في مدينة ساو باولو البرازيلية بعد صراع طويل مع المرض. الأسطورة بيلي اللي يغادر عالمنا، الحقيقة خبر فاجع للعالم الكل اللي يحب بيلي ويعشق النجم السابق لكرة القدم العالمية اللي الوحيد اللي فاز بثلاثة كؤوس عالم 58-62-1970. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام.